طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلينا نتكلم عن النمونيا. يعني ايه نمونيا بقى؟ قول لي يا حسام. inflammation of distal lung، ديستال لانج. ايه هو الديستال لانج؟ اللي هي الالفيولاي. برافو عليك. انفلاميشن اوف ذا البولاي، ده يعني نمونيا. خد بالك ان احنا بنعمل ازاي؟ يعني التراكيه لو فيها انفلاميشن تراكيتس، برونكايتس، برونكيولايتس، صح؟ الالفيولاي انفلاميشن بقى الفانكشنال يونت اوف ذا لانج ويتش از ذا الفيولاي. فلما يحصل انفلاميشن في الالفيولاي ما اسمهاش نيمونايتس، اسمها نيمونيا. نيمونيا انفلاميشن اوف ذا لانج برينكما، اللي هي الالفيولاي مش البرونكيول، مش البرونكاي. اوف انفكتيف ايجنت، انفلاميشن اوف ذا لانج برينكما اللي هي الالفيولاي باي ان انفكتيف ايجنت اسمها نيمونيا. زي ما احنا شايفين التراكيه بيطلع منها اتنين برونكاي، وبعد كده برونكاي صغيره سكندري برونكاس، وبعد كده برونكيول تيرمينال برونكيولز، وبعد كده الالفولاي اللي هي عامله زي العنب دي، زي على قول العنب. انفلاميشن في دي اسمها ايه؟ اسمها نمونيا. النمونيا ممكن تاخد لانج واحده او الثانيه، او ممكن تاخد لوب او اكتر. والنمونيا بتعمل انفلاميشن في الالفولاي، الالفولاي بتبقى مليانه بفلويد وبص بيخليها difficult to breathe. هل تعتقدوا ان اللانج، ان الالفولاي اللي هي air filled spaces لما تبقى فيها فلويد هيحصل فيها aeration؟ طب aeration ما فيهاش هواء اصلا، ما هو المكان يا اما فيه هواء يا اما فيه ميه، بقى فيها ميه يبقى فيها هواء ازاي؟ فبالتالي مش هيحصل gas exchange، صح كده؟ تمام يا شباب، متخيلين المنظر؟ اه يا دكتور، تمام يا دكتور، متخيلين المنظر؟ اه مع حضرتك. تمام. فلو لاحظنا هنلاقي، مش عارف الكيرسور واضح ولا لا، ادي الاير فيلد سبيسز المفروض ده زي كده. لما يحصل انفلاميشن يتملى فلويد، الفلويد طبعا ما بيبقى بيظهرش عباره عن في الشيرد بوربوينت يا دكتور، نعم ما بيظهرش في الشيرد بوربوينت. طيب، يعني هي الصوره واضحه. لو جينا من الشمال لليمين هنلاقي اللي في النص ديت فيها الالفيولاي ما فيهاش حاجه، وده النورمال. انما اللي على الموست رايت هلاقي فيها فلويد بدرجات مختلفه، وده هياثر على اللنج بدرجات مختلفه. يعني مثلا لو انا عندي مليون الفيولاي، او خلينا رقم صغير، لو انا عندي 100 الفيولاي وحصل انفلاميشن في حته صغيره وليكن 10، اللي دول هيخرجوا من الخدمه، صح؟ فبالتالي هل ده هيأثر على الفانكشن بتاع اللنج؟ المفروض لا. طب كل ما زاد العدد كل ما يبدأ يأثر على الفانكشن بتاع اللنج. ايه الفانكشن بتاع اللنج؟ المين فانكشن؟ جاز اكسشينج واكسجينيشن اوف بلاد. وبالتالي هيحصل ايه؟ هيقل البرسنت اوف الاكسجين. تمام، هيحصل هيبوكسيا. برافو عليك، برافو عليك، هيحصل هيبوكسيا. يبقى دي النمونيا. ادي الهيلث لانج، الصوره اللي على الشمال خالص الهيلث لانج، وده النمونيا. والنمونيا بتتميز بوجود اير فلويد في اللانج الفلوي. يبقى لو جينا لتعريف تاني للنمونيا، انفلاميشن اند كونسوليديشن اوف ذا لانج تيشو ديو تو انفكشوس ايجنت. كلمه كونسوليديشن اللي هو التصلب، انفلاماتوري ان دوريشن، يعني انفلاماتوري ان دوريشن تصلب، كلمه الكونسوليديشن يعني تصلب، يعني انفلاماتوري ان دوريشن اوف ا نورمالي ايريتد لانج ديو تو بريزنس اوف سيلولار اوكسيديتيف ان ذا لانج ان الفلوي. الان دوريشن ده هو سببه وجود سيلولار اوكسيديتيف ان ذا لانج الفلوي. ذا موست كومن انفكشوس كوز اوف ديث، يعني الناس اللي بيجي لهم لانج ديزيز، الموست كومن كوز اوف ذس هو النمونيا. تيز يوجوالي كاركترايزد باي كونسوليديشن. الكونسوليديشن ده باثولوجيكال بروسيس ان ويتش ذا الفولاي ار فيلد ويز ميكتشر اوف انفلاماتوري اوكسيديت بكتيريا وايت بلاد سيلز. هلاقي بكتيريا، هلاقي وايت بلاد سيلز موجوده وبالاضافه الى فلويد موجوده في الالفولاي، وده بيعمل لها تصلب. ليه تصلب؟ لانها هتكون لابسه ازاي؟ لما تكون فيها هواء هتكون لابس. هتكون لابس ازاي؟ يعني تتملى هواء، والهواء ده مع الشهيق وتنزل مع الزفير،
يبقى في هواء طالع وهواء داخل، هواء طالع وهواء داخل. انما لما تكون مليانه فلويد لا هواء هيدخل ولا هي هتكون لابسه عشان تاخد هواء جديد. تمام كده؟ ازاي بقى ان النمونيا ديفلوب؟ موست اوف تايم ذا بادي فلتر اورجانيزم. المفروض ان دايما البادي في النيت اللي هي اللي احنا مولودين بيها اميون سيستم، وده وظيفته بيفلتر دايما الاورجانيزم. This keeps the lung from becoming infected، بيحافظ عليها. ولكن الاورجانيزم sometime enter the lung and cause infection، احيانا يدخل اللنج ويعمل infection. زي ايه؟ زي السكن، زي الميوكس ميمبرين، زي النوز مثلا. النوز فيها ميوكس ميمبرين، والميوكس ميمبرين فيه ميوكس بيكفر ميوكس ميمبرين، وفي اسمها ايه شعر، ده اسمه فيه هير. الحاجات دي كلها من الانيت ديفنس ميكانيزم اللي بتحمي السيستم ده من ان هو يبقى انفكتد باورجانيزم. زي الجي اي تي برضه نفس الحكايه، الاسكان، الميوكوس ممبرين، الجي اي تي، الريسبيراتوري، كل واحده فيها الانيت ديفنس ميكانيزم اللي بتحميها من ان مايكروبيال انفيجن. اللي يحصل امتى بقى؟ لما الايميون سيستم يبقى ويك، سواء كان ويك ترانزيان يعني في مشكله دلوقتي، زي مثلا لو قلنا في السكن مثلا ابريشن، حصل ابريشن جرح في السكن ده، الجرح ده خلاص فتح الواي للاورجانيزم انه يدخل، يبقى في واحده من الديفنس ميكانيزم المهمه اتكسرت باي الديفنس ميكانيزم. لو قدر يدافع ماشي، ما قدرش يبقى في مشكله ثانيه، يبقى ايميون سيستم از ويك، او في مشكله في الايميونتي. الاورجانيزم از فيري سترونج، يتجاوز الاميون سيستم، او البودي فيلز تو فلتر ذا اورجانيزم، البودي مش قادر يتعامل مع الاورجانيزم نتيجه لحاجه زي الابريجن بقى اللي احنا قلنا عليها، او في جرح، او في مشكله ما. ايه الفاكتورز اللي بتدسبوز للنمونيا؟ سيجاريت سموكينج upper respiratory tract infection. طبعا السيجاريت سموكينج مع الكرونيك يوز هيضعف الاميوتي، لانه طبعا بيأثر على الميوكس اللي موجود، بيأثر على السيليا اللي موجوده والحركه بتاعتها، فبالتالي بيعمل بيضعف الاميون سيستم. الابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن، لو في انفكشن اوريدي موجوده عشان يحصل سوبر ادد انفكشن هتبقى اسهل، لان الاميون سيستم مشغول بحاجه، وخاصه الفيرال انفكشن بيبقى مشغول بالدفاع عنه، فممكن بكتيريا اوفركم الكونديشن ديت وتعمل انفكشن. الكحول، الكورتيكوستيرويد ثيرابي، ده لو كان طبعا كرونيك. الاولد ايج، ريسنت انفلونزا انفكشن، البري اكزيستنج لانج ديزيز، واحد عنده سي او دي، كل اللانج بتاعته فيها سكريشنز ومش نورمال، طبعا هتلاقي الميوكس سكريشن مش نورمال، الحركه بتاع السيليا ما هياش نورمال، وبالتالي لايبل ان هو يحصل له انفكشن باستمرار. الاولد ايج طبعا كل البودي اكزوستد والباور بتاع البودي اكزوستد، فبالتالي عرضه ان يحصل له سوبر ادد انفكشن. مع الكورتيكوستيرويدز يوز بيقلل الاميونتي، ومع الالكوهول كذلك، والابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن، والسيجريت سموكينج. ريديوس ذا هوست ديفنس ميكانيزم، reduce the immune defense زي الكورتيكوستيرويد زي ما قلنا، او الديابيتس او المالجنسي. reduce the cough reflex post operative، الناس اللي هم بوست اوبريتيف نايمين باستمرار، في الهايدريشن بتاعهم قليل، الهايدريشن قليل يعني الفلويد اللي بياخدوها قليله، فبالتالي الميوكس سكريشن بيبقى قليل، والكاف ريفلكس بتاع عندهم مش قادر يكح او مش عايز يكح. وفي بعض الناس لما يكون عاملين هرنيا ولا حاجه، بعضهم بياخد انتي تصف على طول كده. طبعا الكف دي هي مزعجه، ولكنها من المين ديفنسيف ميكانيزم اجينست الانفيجن باي انفلاماتوري ايجنت، سواء كان انفكشوس او لا. الكف ريفلكس لما انت تعمل له سبريشن، معناه كده ان السكريشنز قاعد فتره اطول، وبالتالي لو في اورجانيزم حتى دخل ما اقدرش اخرجه، ولو دخل يتكاثر فرصته اكثر في التكاثر. Disordered mucociliary clearance، لو انا بتبتدي اثناء الانستيزيا، وبعض الامراض طبعا زي السي او بي دي مش هتلاقي حاجه زي كده موجوده، لان البرونكاي هتبقى انهيلثي، البرونكاي هتبقى انهيلثي. بالبر اور فوكال كورد بولسي، طبعا لو في بالبر
البالبر نيرفز اللي هي مسؤوله، مش عارف انت خدتوها ولا لا، البالبر نيرفز اللي هي مسؤوله عن اللارنكس والفارنكس، وطبعا الديفنس ريفلكس اللي بيحدث اثناء البلع ده بيحمي اللنج من انها يدخل لها اي فورين بوديز. لو شخص عنده مشكله في بالبر بولسي او فوكال كورد بولسي ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل اسبيريشن فريكوينت، سواء اسبيريشن بقى سلايفا مثلا او الاكل، فريكوينت اسبيريشن يبقى فريكوينت انفكشن. ازاي بقى النمونيا ديفلوب؟ في المرحله الاولى بيحصل حاجه اسمها كونجيشن. يعني ايه كونجيشن؟ خلينا نتخيل ان واحد ضرب حد على ايده ضربه جامده، ايه اللي بيحصل؟ فارس، ايه اللي بيحصل يا فارس؟ يا دكتور لو انت خدت خبطه على ايدك، حد خد خبطه على ايده جامده، ايه اللي يحصل؟ بيحصل إديمة مثلا. برافو عليك، يحصل الانفلاميشن. وعلامات الانفلاميشن يحصل ايه؟ ريدنس، هوتنس، إديمة وسويلنج. صح، السويلنج ده اللي هو الإديمة، ريدنس، هوتنس، سويلنج. برافو عليك. سواء كان بقى سببه تروما، او لو حد لا قدر الله وقع ميه سخنه على ايديه، او جه الميكروب. صح، يبقى اول حاجه من اللي كانفلاميشن بيحصل ايه؟ ريدنس وهوتنس وإديمة. ريدنس عشان هي في السكن، الدم جاي لها كتير فبيتحبر شويه. خلينا نقول يحصل ايه؟ إديمة يعني تجمع الفلويد اللي هو وانفلاماتو سيلز، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي اسمها كونجيشن في اللنج. هيبقى كونجيشن يعني ايه كونجيشن؟ يعني اللنج نورمالي اللي في الانترستيشال تيشو فيه قدر نورمال من الفلويد، هبص عليها هيزيد الفلويد ده، والفلويد ده هيبقى معاه هيبقى اكسوديت. ليه اكسوديت؟ لان معاه بكتيريا ومعاه وايت بلاد سيلز، على حسب نوع الاورجانيزم بيكون البريدومينانت سيل. يعني مثلا هيبقى فيه ليمفوسايت بريدومينانت، ماكروفاج بريدومينانت، او نيوتروفيل، على حسب نوع الاورجانيزم وفلويد. وطبعا ديبريز نتيجه الانفلاميشن دهوت بيبقى فيه خلايا تتكسر. يبقى المرحله الاولانيه هي مرحله الكونجيشن، بريزنس اوف بروتينيشيس اكسوديت. يبقى في بروتينيشيس يعني في بروتين الاكسوديت دهوت، في بروتينيشيس ماتيريال اللي هي الريزلت اوف انفلاماتوري بروسيس، يبقى في سيتوكاينز ريليز، الانترلوكين على حسب زي ما قلنا على حسب نوع الاورجانيزم، زي الانترلوكين، التيومن جروس فاكتور، الانفلاماتوري سيلز، وتكسير الحاجات ديت يؤدي الى ما يسمى بالكونجيشن. خلاص، هي موجود في اللانج الفيولاي. المرحله خد بالك، المرحله الاولانيه دي مرحله الكونجيشن. لو انا جيت صورت المريض هلاقي ايه؟ ار بي سيز فلويد. تاني صوره اكزيدنت لاي الكونسوليديشن. خليني اقول لك ان انا باجي اشوف المريض هحط السماعه، صح كده؟ يعني في المرحله الاولانيه دي اللي هي مرحله الكونجيشن. مرحله الكونجيشن يعني ايدك ورمه شويه. خلينا نتخيل التيشوز اللي موجوده. خلاص، انا دلوقتي خدت خبطه على ايدي او حصل لي انفكشن فاحمرت وبقت ورمه شويه، صح؟ فلما اشوفها بعيني هلاقيها حمراء، لما احط ايدي عليها هلاقيها سخنه، لما اجي اضغط عليها هتوجعني يعني لها تندر، صح؟ وابص عليها هلاقيها سوولن، صح كده؟ تمام. طيب اللنج هتقول لي انا هبص عليها بالسي تي او بالاكس راي، صح؟ تمام. انما اشوفها بعيني؟ لا مش هقدر. طيب الاكس راي بتشوف ايه؟ بتشوف تيشوز وبتشوف هواء وبتشوف ميه. ما هو الانسجه ايه؟ يا اما ميه بدرجاتها، صح كده؟ يعني الجول بلادر فيها ميه، والهارت فيه ميه، دي اسمها دم ودي اسمها ايه؟ بايل. دكتور معلش، ممكن اخر جزء تاني؟ دكتور ممكن اخر جزء تاني معلش؟ دي مرحله الكونجيشن؟ مرحله الكونجيشن. مرحله الكونجيشن الخلايا الالفولاي سوولن. سوولن ليه؟ عشان فيها ميه وبروتينيشيس ماتيريال واكسودين وبكتيريا. خلاص، في المرحله ديت اللي هي بعد دخول الاورجانيزم مباشره، لو انا عايز اشوفها هشوفها ازاي؟ لو انا جيت صورت في المرحله دي لسه الالفولاي المشكله على مستوى الوول اكثر منه على مستوى السبيس، يعني لسه الميه بتتجمع، هتتجمع تروح على المكان نفسه
وبعد كده لما تزيد تقوم تخرج فين؟ تخرج فين؟ في السبيس، في الالفيولار سبيس، في الالفيولاي يعني، في الالفيولاي سبيس يعني، هي كده في الانترستيشن لسه صح؟ ايوه تمام. وفي جزء وصل للالفيولاي بس الجزء صغير. عاده لما اجي اصور في المرحله ديت ده لسه فيها اير فمش هيبان قوي. ما هو دلوقتي الاير بيبان في الاكس راي ايه؟ اسود، والتيشوز تبان ابيض، واكتر بياض هو البون. عشان كده في الاكس راي البون يبان ابيض، والتيشو والاير يبان اسود، والتيشوز على حسب الكثافه بتاعتها تبان في درجه ما بين الاسود وبين الابيض. مش واضحه ولا واضحه؟ تمام يا دكتور، تمام واضح. في تيشوز سميكه وتيشوز كثافتها عاليه وتيشوز كثافتها قليله صح؟ فبالتالي هنا بقى بيبقى درجات الايه؟ درجات التيشوز. اقدر افرق ال اسمه، اقدر افرق البون من الهارت مثلا، من لو فيه لينف نود، لو فيه كونسوليديشن، يعني الدرجات ديت بتختلف. عشان كده اقدر اميز اقول دي بون ودي مش بون. المهم دلوقتي في المرحله ديت لما اجي حتى اصور مش هعرف، امال اعرفها ازاي؟ يعني عايز بقى انا اشوف الكونجيشن بقى اشوفه ازاي؟ بعيني صح؟ ممكن سيبتومز مثلا؟ انا دلوقتي لو في تونسلايتس وعايز اشوف التونسلايتس في مرحله الكونجيشن اشوفها ازاي؟ افتح بوق المريض وبص هلاقي ايه؟ حمراء صح؟ تمام. ورمه صح؟ اشوف بايوبسي يا دكتور؟ بايوبسي مش هتبان غير بايوبسي صح كده؟ تمام. دي ما بتتعملش، بس انا بقول لك بفهمك يعني. هي طبعا مش هروح اعمل بايوبسي عشان اشوف الكونجيشن ده، المرحله بتبقى يبقى كويس لسه. نعم. ودي مرحله ترانزيت. عاده لما بيحصل كونجيشن حاجه من الاثنين، يا اما البودي ميكانيزم الديفنس ميكانيزم تبقى قويه فيتغلب على القصه ديت ويخف العيان، تبقى حاجه خفيفه ويخف، او يخش في المرحله اللي بعد كده وهي الريد هيباتيزيشن. مرحله الريد هيباتيزيشن شايفين اللنج بقت لونها ايه؟ بقت لونها احمر. ليه احمر؟ وجود اريثروسايت في خلايا الانترو الفيولار اكسوديت، الاكسوديت في بروتينيشس ماتيريال، في وايت بلاد سيلز، في بكتيريا. وجود ار بي سيز يخليها لونها حمراء. طبعا النوتروفيل موجوده، وطبعا البكتيريا عاده موجوده، بس ممكن ما تبقاش موجوده لان الخلايا النوتروفيلز بدات تغطي على تاكلها، ممكن ما الاقيهاش. فاهم كده؟ معايا يا شباب؟ مرحله الريد هيباتيزيشن اللي هي دخول الاريثروسايت داخل الانفلاماتوري سيلز او الانفلاماتوري اكسوديت بيخلي لونها احمر. في الحاله ديت انا عندي النيتروفيل وعندي البكتيريا احيانا تبقى موجوده واحيانا مش موجوده، بس عندي ار بي سيز. دي مرحله الايه؟ الريد هيباتيزيشن. شايفين شكل اللنج؟ ادي النورمال لنج وادي الريد هيباتيزيشن اللي هي فارقه جدا. دي طبعا حمراء، انما دي حمراء زياده، دي فيها نورمالي الريتد لانج، انما ديت فيها كونسوليديشن. نبيل، قول يا نبيل عايز تقول ايه؟ محج نبيل ده، نبيل هو البكتيريا ليه مش هتكون موجوده؟ موجه قول يا موجه. البكتيريا ليه مش هتكون موجوده؟ انا قلت ممكن ما تبقاش موجوده، ما قلتش مش هتبقى موجوده. ليه؟ لان مش المفروض ان لما يطلع الفيولاي لما يكون في بكتيريا يطلع لها وايت بلاد سيلز، وحسب نوع البكتيريا هنلاقي فيه الديفنس ميكانيزم سواء كانت سيلولر او انتي ميديتد او انتي بودي ميديتد، وظيفتها تكسر البكتيريا دي وتعمل لها لايسيس. يا دكتور فالمفترض ان لما تدخل ما لهاش، انها في مرحله الكونجيشن ده لسه موجوده، لسه البودي ديفنس ميكانيزم رايح والبكتيريا موجوده. فالبودي ديفنس ميكانيزم رايح، رايح بايه؟ رايح ببروتينيشس ماتيريال اللي هي اللي هي السيتوتوكسيك ماتيريالز زي السيتوكاينز يعني، ورايح بالفلويد بتاعته، ورايح بالبلاد ستريمز بيزيد نتيجه للفازودايليزيشن. فلسه البودي ديفنس ميكانيزم بيستعد عشان يدخل المعركه. في مرحله المعركه بقى هي مرحله الريد هيباتيزيشن، المفروض ان معظم البكتيريا حصلها ايه؟ حصل لها لايسيس بالبودي ديفنس ميكانيزم، فممكن الاقيها وممكن ما الاقيهاش، بس بلاقي ما يدل عليها وهي ايه؟ وهي الخلايا. ايه الخلايا؟ والله بقى الليمفوسايت، نيوتروفيل، على حسب نوع الايه؟ الاورجانيزم. قول يا مصطفى.
تمام يا دكتور بعد اذنك، هو ازاي الاريثروسايتس بتبقى موجوده في الاكسوديت؟ هو في العادي يعني المفروض ما بتبقاش موجوده. برافو عليك، الله، ده سؤال كويس جدا. الاريثروسايت يعني الحاجات اللي احنا قلنا عليها ديت هيطلع، اللي هي الاكسوديت، هيطلع عن طريق الفازو دايليتيشن اللي بيحصل، صح؟ مش هيحصل فازو دايليتيشن؟ ايوه تمام يا دكتور. فيبدا بعض الماتيريالز تطلع زياده كفلويد او كسيلز، صح كده؟ ايوه. انما الار بي سيز ديت هتطلع ازاي؟ هتطلع من خلال من خلال محيط ريتيرزيشن، الكابيلريز الصغيره هيحصل لها ديستراكشنز، فبالتالي بعض الار بي سيز تطلع. ده مش هيموريج، ولكن ده كانه رياكشن، لان ماينيوت ديستراكشن في الماينيوت كابيلريز، فبحيث يطلع منها القصه دي، لان اللانج غنيه بالكابيلريز عشان خاطر الايه؟ الجاز اكستشينج. فاهم كده؟ اه يا دكتور، يعني السمول كابيلريز هي اللي هيحصل فيها، يعني هي اللي هتطلع الار بي سيز يا دكتور. ديستراكشن، يعني هتطلع من خلال الديستراكشن مش الاكسوديشن. فاهمني؟ يعني اشبه بالهيموريدج، يعني هي تخرج من خلال الحاجه الكويسه، يعني ايه؟ في نورمال نورمالي بيحصل سيكريشن للميوكس، انها مش نورمالي الاقي فيه انفلاماتوري سيلز. الانفلاماتوري سيلز دي هتخرج في الاريا بتاع الانفلاميشن. في الاريا بتاع الانفلاميشن هم مش مفضين حته، هل هم فضوا حته؟ ما فضوش حته. انت متخيل؟ فاهمني؟ يعني مثلا لما بيحصل انفلاميشن والحته دي تحمر، طب تحمر ليه؟ بيحصل يا دكتور فازو دايليتيشن، وبيبقى فيه دم كتير واصل للمكان ده يعني. فازو دايليتيشن، فكميه الدم اللي موجوده ديت كتيره، فبالتالي حمراء، صح؟ ايوه. انما الخلايا ما بتخرجش بره، صح؟ ايوه. تمام. هي نفس الحكايه. الريديبوتايزيشن يحصل زي فازو دايليتيشن، والحته دي اصلا فيها فلويد، فيها كابيلاريز كتيره. فيبقى كميه كبيره من الار بي سيز ترابد في الاريا دي. ترابد في الاول بتبقى في الكابيلاريز زي ما هي، بعد شويه لما يحصل شويه ديستراكشن في القصص دي، في الحته ديت، لما يحصل اروجنز او ديستراكشن في الكابيلاريز ديت، يبدا تطلع بره. انتوا فاكرين لما بيحصل بص وتيجي تشيل وتيجي تشيل الله صلى الله عليه وسلم، تيجي تفضيه، مش بيبقى مكانه فاضي؟ اللي بتحط فيه فتيل، مش انت بتشيل بص تحط مكانه فتيل؟ ايوه يا دكتور. ايوه تمام يا دكتور. طب الحته دي فضت ازاي؟ الحته دي فيها اكسوديت، بالاضافه الى حصل ديستراكشن في الخلايا اللي موجوده هنا. الهيلينج معناه ان يبدا يبني خلايا جديده، صح؟ ايوه. بما ان اللنج اصلا فيها تجويف، وهو الالفيولاي، فبالتالي الحاجه دي لما بتقع في الايه؟ في التجويف. الالفيولار سبيس. تمام كده؟ تمام يا دكتور. الالفيولار سبيس. مرحله الجري هيباتايزيشن بقى، ده ديت اللي مفيش ريسوسايت جايه كتير، ده خلاص ار اكسترا فيزيتنج، معاه في اريثروسايت خارجه من الفيزلز، and these already present have been lysed and degraded. احنا اتفقنا ان في المرحله الاولانيه كله بيروح لمرحله الكونجيشن، مرحله الريديبوزيشن دي المعركه بقى، نهايه المعركه حاجه من الاثنين، يا اما العين خف بقى وخلاص، ده المفروض يحصل خلاص، بس طبعا كل ما كان في اقرب الى الكونجيشن يحصل هيلينج، كل ما كان تاخر شويه يقوم يحصل جراي هيباتايزيشن. جراي هيباتايزيشن ان خلايا الاريثروسايت ما عادش حاجه راجعه جديده، اللي موجود يا اما اللي موجود اتكسر خلاص بنتيجه المعركه دي خلاص، فبالتالي ما عادش فيه ار بي سيز، وبالتالي اللون ما عادش احمر. النيتروفيل ده موجوده وموجوده كتير، لان دي شغلتها، هي اصلا الاساس النيتروفيل. الفايبرين ديبوزيشن از اباندنت. البادي لما بيجي يدافع من وسائل الدفاع بتاعته، يا اما ياكل الحاجه يا اما يحاصرها. هو عشان ياكلها خلاص خلص الكلام، ما فيش مشكله. طب مش عايز يحاصرها، يحاصرها ازاي؟ يعمل ايه؟ يعمل فايبرين ديبوزيشن. الفايبرين لما يحصل له ديبوزيشن
كأنه بيكتفها وبيمنع الموفمنت بتاع الأشعة دي. طب الأشعة دي هتحرك إزاي؟ هتحرك عن طريق بلد، فاللي بيحصل فايبر ديبوزيشن، وبالتالي مفيش، وبعد اللي شوية الفايبر ده يحصل له كونتراكشن، وبالتالي بيلم على بعضه، وبالتالي مفيش سيركوليشن تقريبا موجودة أو بقت قليلة، فيحصل ترابنج. ترابنج يعني إيه؟ يعني بيحاصر وبيصطاد الأورجانيزم اللي موجود بالإنفلاماتوري ميدياتورز اللي موجود، فاهم كده؟ البكتيريا هاف disappeared corresponds with successful containment of the infection and improvement of gas exchange. البكتيريا راحت فين يا شباب؟ ده البكتيريا في أول مرة الكونجيشن كانت كتير، في مرحلة الريد هيباتيزيشن قليلة ممكن ما شوفهاش، في مرحلة الجري هيباتيزيشن عادة ما شوفهاش. ليه بقى؟ عشان خلاص حصل لها انجلفمنت بال، عشان في نيتروفيل. اللي موجود في مرحلة الجري هيباتيزيشن هي مرحلة، هي المعركة، قصدي بواقي المعركة. المعركة كانت كبيرة وحصل فيها أرض المعركة فيها إيه؟ فيها ماتيريالز، مخلفات. دي مرحلة المخلفات. المخلفات بتلاقي بقى هدوم مرمية، بتلاقي دم، جروح، ناس مصابة، ناس ميتة. دي مرحلة الجري هيباتيزيشن، نتائج المعركة اللي حصلت. لا ده ما حصلش جري هيباتيزيشن، ده المعركة شغالة، يبقى أنت أقرب إلى الريد هيباتيزيشن. بعد كده الريزوليوشن، الماكروفاج بقى، الخلايا اللي بتكنس بقى، تبدأ تشيل بقى الكلام ده كله. الماكروفاج is the dominant cell type in the alveolar space. دبرس بقايا النيتروفيل والبكتيريا والفايبرين has been cleared. تقعد تاكل الحاجات دي كلها وتعمل لها لايسس وتروح فين؟ وتروح في الليمفاتيك سيستم. صح كده؟ يبقى مرحلة الكونجيشن هي مرحلة الاستعداد للمعركة، مرحلة الريد هيباتيزيشن هي مرحلة المعركة، مرحلة الجري هيباتيزيشن هي مرحلة المخلفات المعركة، الريزوليوشن هي مرحلة الريكفري. خلاص بشيل المخلفات وخاف الله من القتال. واضحة دي يا شباب؟ تمام يا دكتور. بس دي على مستوى الباثولوجي. يعني على مستوى الباثولوجي يعني لما اخد عينة من اللانج اثناء الكونجيشن هلاقي كده، ولما اخد عينة في الريد هيباتيزيشن او الجري هيباتيزيشن او الريزوليوشن هلاقي كده، صح؟ تمام. طيب ايه انواع النمونيا؟ حد سمع عن انواع النمونيا؟ حد يعتقد كده؟ لوبر نمونيا وبرونكو سيجمنتال برونكال. حد يقول لي تاني كده؟ حد قال لوبر؟ وحد قال لوبر لوبر سيجمنتال برونكو سيجمنتال. برافو عليك. ها ديستال تقريبا. انا تمام. يبقى احنا ممكن نقسمها على حسب الاناتومي، صح؟ اناتوميكال كلاسيفيكيشن، هلاقي فيه برونكو نمونيا، يعني ده الانفلاميشن واخد الالفيولار وشويه البرونكيا، البرونكيولز اللي قريبه منها والبرونكاي اللي قريبه منها، بس ما برونكو نمونيا بياخد اللنج كباتشز بقى اراوند البرونكاي، يبقى هو واخد البرونكاي والشويه اللي حواليها، يبقى اسمها ايه؟ برونكو نمونيا. مرحله ثانيه اسمها لوبر نمونيا، ده انفكشن that only involve a single lobe or section of the lung. Interstitial pneumonia بياخد ال areas in between the alveoli. يبقى anatomically الحتة حسب الحتة بتاع اللنج اللي بتاخد. والله ده واخد البرونكاي ومدلمق شوية واكستند شوية، برونكو نمونيا. أو لوبر نمونيا، ده واخد لوب أو حتة من اللوب وقاعد فيها بس، واللنج بالديفنس ميكانيزم قادرة تحاصر المشكلة، لان انت تعتقد ان هو لما تكون المشكله قويه هتاخد ايه؟ هتاخد حته اكبر، هتاخد حته مور بروكسيمال. انما لما تكون ضعيفه هتيجي ايه؟ هتبقى البودي هيقدر يحاوط عليها في حته واحده، يبدا يحاصرها يحاصرها لحد ما يلوكلايز لحته واحده. يبقى برونكو نمونيا واخده اللانجز ان باتشز اراوند ذا برونكاي، لوبر نمونيا واخده لوب او سيجمنت من اللنج، انترستيشال ده واخده الارياز اللي ما بين الالفيولاي، انما الالفيولاي نفسها لا. بس الكلاسيفيكيشن ديت مش مستخدمه قوي، اللي مستخدمه او يعني دي وجهه نظر. يعني الكلاسيفيكيشن الثانيه اللي هي الكلينيكال كلاسيفيكيشن اللي هي بيسموها ايه بقى؟ عايزين نركز في دي لان دي اهم حاجه في الموضوع.
واحنا مش هناخدها في ديتيلز، هناخدها ان بريف. معايا؟ احنا بنتكلم عن الكلاسيفيكيشن اوف نمونيا، في اناتوميكال كلاسيفيكيشن وفي كلينيكال كلاسيفيكيشن. الاناتوميكال على حسب واخده قد ايه من اللانج، او واخده ايه من اللانج اللي هي لوبر او برونكو او انترستيشيال. انما الكلينيكال هي بتفيدني اكتر في المانجمنت، سواء كان دياجنوزيس تريتمنت بريفنشن كنترول. فبيقسموها الى كوميونتي اكوايرد، ده واحد خده من الكوميونتي ماشي في الشارع وخد نمونيا، فبيقسموها الى تيبيكال واتيبيكال واسبيريشن. وفي الناس الالدرلي لهم حاجه خاصه بيهم فسموها نمونيا الالدرلي. في الناس النوزوكوميال يعني بتوع المستشفيات ديت، ناس لهم مانجمنت مختلف فسموها نوزوكوميال نمونيا، يعني نمونيا المستشفيات. وقسموها الى هوسبيتال اكوايرد، ده خدوها من المستشفى، او فنتليتور اسوشيتد، الناس اللي متحطين على جهاز تنفس صناعي، او هيلث كير اسوشيتد نمونيا. والحاجه الرابعه نمونيا الاميون كومبرومايزد، لو الناس الاميون كومبرومايزد لهم مسار مختلف. موجة تمام يا دكتور. يعني ايه بقى كوميونتي اكوايرد نمونيا؟ عايزين نركز. الكوميونتي اكوايرد نمونيا ده انفيكشن اوف ذا بالمونري بارينكيما اسوشيتد وذ سيمتومز اوف انفيكشن. خلاص؟ لبيشنت مش هوسبيتالايزد او ريزيدنج ان لونج تيرم كير فاسيليتي فور وان فور اكتر من 14 دايز بريور. يبقى الكوميونتي اكوايرد نمونيا دي نمونيا في عيان ما هوش هوسبيتالايزد ومش قاعد في لونج تيرم كير فاسيليتي لاكتر من 14 يوم قبل كده. يسموها ايه بقى؟ كوميونتي اكوايرد نمونيا الكاب. يبقى ده غالبا واخدها منين؟ من الكوميونتي، مش واخدها من المستشفيات. ايه مشكله المستشفيات؟ مشكله المستشفيات ان هي الاورجانيزم بتاعها عاده بيبقى ريزيستنت وبيبقاش اورجانيزم عادي. خلاص؟ طيب فالانفكشن اللي هي الكوميونتي اكوايرد نمونيا دي نمونيا طبعا العيان ما يكونش اميون كومبرمايزد، والعيان ما يكونش الدرلي. والالدرلي في تعريفين، تعريف بيقول اكتر من 60 وتعريف اكتر بيقول اكتر من 65 دبليو شو. طبعا بيختلف الالدرلي من مكان لمكان، يعني مثلا لو رحنا السويد مثلا او اوروبا الالدرلي ده اللي فوق 80، يعني الناس ما شاء الله معمرين. طبعا مش فوق 80 بس بديك مثال. يعني لو جينا مثلا في بعض افريقيا او السودان الالدرلي فوق 50، لان اصلا ما فيش حد بيحصل 70 نتيجة للصومال، نتيجة الأمراض والأوبئة والحاجة زي كده. المين ايج بيختلف على حسب العوامل كتير في كل بلد. فتعريف الالدرلي في مفروض بيختلف من بلد لبلد، وفي نفس البلد بيختلف على حسب المين ايج وعلى حسب الكير فاسيلتيز اللي بيتلقاها الناس واللي بتأثر على الايج اوف ديث والكواليتي اوف لايف. يبقى كوميونتي اكوايرد عيان جاله نمونيا، بس العيان ده هو ما كانش هوسبيتالايزد ولا قاعد في لونج تيرم كير فاسيلتي زي دار المسنين مثلا، ولا بيتردد على المستشفيات في لفتره اكتر من 14 يوم. الهوسبيتال اكوايرد نمونيا دي عباره عن نمونيا اوكيرز 48 اورز او مور افتر ادميشن which was not incubating at time of admission. لما حجزته كان كويس. طب انا حجزته لحجزت العيان عشان يخلع ضرسه، انا بقول لك حاجه بسيطه خالص، يعني حجزته عشان خاطر يعمل مراره، يعمل اي حاجه، وتاني يوم لاحظت ان حرارته ارتفعت وبصيت لقيت فيه عنده تاكيبنيا، ده عنده نمونيا. يبقى ده ايه؟ دي اسمها ايه بقى؟ يبقى كوميونتي اكوايرد، صح؟ برافو عليك. لان عشان تحصل نقول عليها هوسبيتال اكوايرد بعد 48 ساعه فاكثر من الادمشن. تمام كده؟ تمام. خد بالك بقى حاجات الحاجه كده which was not incubating at time of admission. وخد بالك بقى ما يكونش حاجه سبيسيفيك وتكون اصلا لها انكيوبيشن بيريد فتره طويله بس ظهرت بالحظ هنا، زي مثلا تي بي وظهر اعراض تي بي مثلا في الادميشن، ما هياش بقى اكوايرد المستشفى بعد 3 ايام. لا تمام كده، يعني لو عملت مزرعه وطلع اورجانيزم، والاورجانيزم ده الانكيوبيشن بيريد بتاعته
اطول من كده يبقى غالبا مش جاي دلوقتي، ده جاي من بره، فاهم كده؟ which was not incubating at time of admission، كان في معتزله في ايده. ايوه يا دكتور. اتفضل يا معتز. يا دكتور انا كنت اسالك بس على الفرق بين التيبيكال والاتيبيكال والاسبيريشن. يا سيدي ما تزعلش، ما تزعلش يا رزق. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ثمانيه ازواج صح؟ وبعدين كده فصل بقى من الابل اثنين ومن البقر اثنين، كل هذا ذكرين حرمهم من انثيين صح؟ فاحنا لسه بنقول في مرحله الثمانيه ازواج. قلنا اسمائهم وبعد كده نقول تعريفاتهم وبعد كده هنقول لكل واحد اللي مطلوب منك، لان فيها تفاصيل كتير. يعني ممكن اقول لحضرتين كده في الهوسبيتال اكوايرد الموني صح؟ اه فمش عايزين نسخن عليكم، خليك ايه معايا واحده واحده. طيب يا دكتور يعني ايه كلمه في الهوسبيتال اكوايرد نمونيا مور افتر ادميشن او مور 48 ساعه او مور، يعني حصل له بعد اليوم الثالث او اليوم الرابع او اليوم الخامس من الادميشن. احنا حضرتك لسه قايلين في الكوميونتي اكوايرد ان هي لازم تكون اكتر من 14 يوم، فدي معناه ان اقل من 14 يوم يبقى تعتبر مثلا لو هو راح المستشفى مثلا في اليوم العاشر مثلا من 10 ايام يبقى دي تعتبر كوميونتي اكوايرد. ما اتحجزش في اخر 14 يوم، ما اتحجزش. فاهمني؟ انا قصدي حضرتك يعني لو مثلا جاله واحد مثلا ان هو اتحجز من 10 ايام وجات له نمونيا دي كده تعتبر هوسبيتال صح؟ مش كده، مش اكواير، لا مش هوسبيتال حبيبي. خليك بس واحده واحده، ولما نقول التعريفات الاربعه هتبقى تسال براحتك. ماشي ماشي يا دكتور. هو لو واحد اتحجز النهارده في المستشفى وبعدين خرج وبعد 10 ايام جاله ايه؟ جاله نمونيا، يبقى دي هوسبيتال؟ مش هوسبيتال، ما هو بره قاعد بره، هوسبيتال ازاي؟ امال ايه؟ ما انت لسه ما خلصناش التعريفات. خلاص يا معتز؟ خلاص يا دكتور ماشي خلاص. ماشي حبيبي. الفنتوليتور اسوشيتد نمونيا دي نمونيا طلع رايز ظهرت مور ذان 48 ل 72 ساعه افتر اندوتراكيال انتوبيشن. عيان محجوز في المستشفى حصل له ريسبيراتوري فيلر، حطيت له ايه؟ انتوبيشن، حطيت له انتوراكيال تيوب، جهاز تنفس صناعي، بعدها من يومين لثلاثه بدا يظهر ايه؟ نمونيا. يبقى ده اسمها فنتليتور اسوشيتد، يعني هي نمونيا في وجود الفنتليتور مع انه محجوز في المستشفى، ما اسمهاش هوسبيتال اكوايرد بقى، فاهم كده؟ لانها فرع من الهوسبيتال اكوايرد، عفوا فرع من النوزوكوميا عدوى المستشفيات. ماشي. في حاجه بقى اسمها هيلث كير اسوشيتد نمونيا. يبقى النوزوكوميا انفكشن او نمونيا واحده من ثلاثه، يا اما هوسبيتال اكواير فنتليتور اسوشيتد او هيلث كير اسوشيتد. الهيلث كير اسوشيتد بتشمل اي من الاربعه دول. واحد بيشنت هو واز هوسبيتالايزد ان ان اكيوت كير هوسبيتال، يعني في الطوارئ، فور تو اور مور دايز وذين 90 دايز اوف انفكشن، خلال اخر ثلاث شهور اتحجز في اكيوت كير هوسبيتال في الطوارئ لمده يومين، جاله رينال كوليك مثلا واتحجز في المستشفى لمده يوم، فور تو اور مور دايز، يومين او اكثر. ماشي، في اخر 90 يوم. يبقى العيان بتاعك اللي انت بتقول لي عليه اللي اتحجز النهارده وبعد 10 ايام جاله انفكشن نمونيا، يبقى اسمه ايه؟ هيلث كير اسوشيتد نمونيا، ولا كوميونتي؟ لا. ولا هوسبيتال؟ لا. معايا؟ معتز؟ اه معاك يا دكتور ماشي شكرا. فهمت دي؟ اه فهمت. طيب واحد ريسيدد ان نيرسينج هوم، قاعد في دار المسنين او لونج تيرم كير فاسيلتي، ما حسب بقى ما يعني ما بيسموها بقى في اي مكان. واحد قاعد في مكان للرعايه مخصص للرعايه الصحيه لفتره طويله كامبين وجاله انفكشن، يبقى اسمها هيلث كير اسوشيتد. واحد ريسيفد ريسنت اي في انتيبيوتيك ثيرابي كيمو ثيرابي وند كير وذين ذا باست 30 دايز اوف ذا كارنت انفكشن. والله في الشهر اللي فات العيان ده هو كان جاله مغص في بطن رجله الشمال واخد انتيبيوتيك ثيرابي اي في، او كان بياخد كيمو ثيرابي او ووند كير، كان عنده جرح وبيتلقى علاج ليه خلاص، وجاله بعد كده نمونيا، يبقى اسمها ايه؟ هيلث كير اسوشيتد. ليه يا سيدي؟ لانه خد في اخر شهر انتيبيوتيك ثيرابي او كيمو ثيرابي او وندو كير وذين ذا باست 30 دايز اوف كارنت انفكشن.
فاهم كده؟ دكتور لو سمحت، هو في اصلا ديسيز بتبقى الانكيوبيشن بيريود بتاعها اكتر من 90 يوم، يعني مثلا ممكن 6 شهور وكده، فدي تصنف تحت ايه؟ احنا قلنا في الاول بقى ما يكونش في النوزوكوميا، ما يكونش في انكيوبيتنج. تمام ماشي. يعني مثلا الاتش اي في، الاتش اي في ممكن يقعد ييرز، يقعد فتره طويله. واحد دخل المستشفى النهارده وظهر عليه اتش اي في، اقول له انت خدتها المستشفى؟ ولو ان المستشفى الاتش اي في ممكن من دايز الى ييرز او مانس. اتفضل. يا دكتور هو دلوقتي المشكله اللي هنا بتاع الانتي بايوتيك ان هو بياخدها اي في، يعني مثلا لو اي دواء ثاني اي في برضك هتبقى نفس المشكله ولا ايه بالظبط؟ لا مش شرط انتي بايوتيك يعني. يعني اي حاجه اي في. ريسيفد ريسنت اي في. شكرا يا دكتور. معايا ولا تهتم مني؟ معاك يا دكتور، معايا. اتندد تو ذا هوسبيتال او هيمو داياليسيس كلينيك. والله كان بيتردد المريض ده، كان بيتردد على المستشفى او الهيمو داياليسيس كلينيك، بيروح ويجي على الهيمو داياليسيس. يبقى ده اسمه ايه؟ هيلث كير اسوشيتد نيمونيا. واضحه النوزوكوميال بانواعها الثلاثه. دكتور النقطه الثانيه يقصد بيها ايش؟ ريديوس فندم. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه ريديوس ان انيرسنج ديسايدد ان انير. احنا قلنا واحد قاعد في هيلث كير فاسيلتي لفتره طويله. ايه الهيلث كير فاسيلتي؟ لونج تيرم كير فاسيلتي. الناس اللي قاعدين في دور المسنين او مراكز الرعايه الصحيه، كل بلد بتسميها زي ما هي. افرض انا قلت ايه؟ والله انا الناس اللي هم مثلا ايه؟ الناس اللي هم عندهم كورونا مثلا، او اللي خايف يحصل لهم كورونا، فانا هعمل لهم عزل، او الناس اللي جايين من السفر هعمل لهم عزل مثلا في الفندق الفلاني. ده يعتبر هيلث كير فاسيلتي. خلاص ده يعتبره كير فاسيلتي. طيب الناس مثلا اللي هم عندهم كسور، يعني ايه الناس الدول مثلا، انا هحطهم في مكان كده، الملاجئ مثلا، اي مكان بياخد فيه رعايه لفتره طويله، سواء النيرسينج هوم اللي يدار المسنين، لونج تيرم كير فاسيلتي اللي هي المراكز الرعايه طويله الامد اللي بيقعد فيها فتره طويله. تمام شكرا يا دكتور. هاجي مثلا اقول ايه؟ والله احنا في البلد ديت لقينا البريجننت مثلا عندهم ديفيشنسي من جزء، فالناس البريجننت كلهم هناخدهم ونحطهم في مكان لحد ما يولدوا. المكان ده هيقول ايه؟ المكان ده مش مستشفى لانهم مش مرضى، لكن احنا هندهم لهم رعايه صحيه بشكل ما، او الرعايه الصحيه دي ممكن بصوره ايه؟ تغذيه. هناكلهم بس، نهتم باكلهم مثلا، نعمل لهم فريكونت تشيك اب. معايا؟ فده اسمه لينج تيرم كير فاسيلتي. واضح؟ تمام تمام يا دكتور. اللي كان بيسال على تيبيكال نيمونيا، ليه اتيبيكال؟ لانها سب اكيوت اونست خلاص، والفيفر ليس كومون او انتنس مينيمال سبيوتم. معايا؟ يعني ايه اتيبيكال؟ يعني غير نمطيه. السبيوتم doesn't reveal a predominant microbial etiology on routine smears. يعني واحد جاله نيمونيا سب اكيوت مش حاده، الفيفر مش عاليه قوي، مينيمال سبيوتم، خدت السبيوتم عشان احلله، ما طلعش حاجه لا بجرام نيستين ولا بالزيل نيلسن حتى الكالشر. يبقى ده اتيبيكال مش نمطي، لان لو تيبيكال كان ظهر. تمام كده؟ تمام يا دكتور. راديولوجي هلاقي فيه باتش انفلتريتس او انترستيشال باتر، ولما اعمل سي بي سي هلاقي ايه؟ هلاقي بريفرال ليوكوسيتوزيس مش كومون، ما الاقيهاش خالص، او الاقيها شويه صغيره. يعني بكتيريا وعامله نمونيا، المفروض دي حاجه ايه؟ لايف ثريتنج، فالمفروض ان الجسم يبقى على اهبه الاستعداد. اعمل للوايت بلاد سيلز الاقيها 15، الاقيها 20، الاقيها 25، خلاص ابص الاقيها كام؟ 9 10 11، يبقى ايه؟ الاقيها نورمال، او الاقيها ايه؟ ليس انتنس، يعني مش ايه؟ مش عاليه قوي. دي اتيبيكال، يعني ميكروب خبيث قدر يتسلل، مش جاي اكيوت، سب اكيوت، يقدر يتسلل للبادي وينفيد الاميون سيستم ويؤدي الى نمونيا. ايه اللي يعمل بقى تيبيكال نمونيا؟ اسبيريشن نمونيا. اوفرت ايبيسودز اوف اسبيريشن، واحد بياكل شرق،
او برونكيال اوبستراكشن باي فورين بودي. لما حصل برونكيال اوبستراكشن البكتيريا حتى الكومنسال بدا يحصل لها فليرنج اب لان مفيش ديفنس ميكانيزم يتخلص منها باستمرار. او الناس اللي عندهم جيرد جاسترو اسفجيال ريفلكس ديزيز كل شويه يحصل له اسبيريشن كل شويه يحصل له اسبيريشن. او الناس اللي عندهم ابيليبسي بيجي لهم تشنجات كتير فاثناء التشنجات ممكن يحصل اسبيريشن. واضح؟ بعد اذنك يا دكتور، هو ازاي اللي هيحصل برونكيال اوبستراكشن باي فورين بودي ازاي هيعمل نمونيا؟ طيب اقول لك على حاجه دلوقتي. لما يحصل اوبستراكشن يعني مثلا ايه الكولون، مثلا لما يحصل فيه ستيزيس يعني لاي سبب من الاسباب حركه الكولون قليله هيبدا يحصل انتفاخات، ولان عفوا في ريح ريحته مش حلوه باد اودر، وفي ممكن الاستول حتى يبقى ريحته وحشه. ايه السبب؟ البكتيريا اللي موجوده بيحصل لها فليرنج اب مع الاستول والحاجات دي بتنزل ومع الحركه، انما واقفه مكانها لفتره طويله فنسبيا يبقى عددها اكتر فتبقى باثولوجيكال. فدلوقتي لما حصل البكتيريا برونكيال اوبستراكشن حصل دي فيتاليزيشن للبرونكاي في الحته دي، ودي فيتاليزيشن للاريا اللي بتاخرها البرونكاي، مش البرونكاي دي في النهايه بتصب في يعني بتنتهي في الاخر الى الفولاي، صح؟ تمام. لما يكون في الريشن والهواء رايح وجاي وال البلاد رايح وجاي بيبقى الديفنس ميكانيزم شغاله، انما لما يحصل ستيزيس السكريشنز زي وانا نايم في الاولد ايج للناس او البيد ريدن بيشنت او اثناء الانستيزيا لو واحد قعد في التخدير فتره ده يحصل ستيزيس. الستيزيس ده هو يخلي الميكروب البسيط اللي موجود يقوم جاي يحصل له فليرنج معايا، او سهل تو بي انفيدد باي ان اورجانيزم. هي دايما في اورجانيزم قريبه بس بيحصل لها واش اوت، مش احنا قلنا ان البادي دايما بيفلتر الاورجانيزم؟ فين ان هو الفلتر بيعتمد على السترينث بتاع الاورجانيزم والديفنس ميكانيزم بتاع البادي؟ شفناها في الاول؟ اه تمام دكتور. عاده انيروف تمام كده؟ الالدرلي الناس الالدرلي احنا قلنا الانفكشن الالدرلي دو سبيشال جروب زي النوزوكوميال وزي الكوميونتي، الناس الالدرلي والاميون كومبرمايز دو سبيشال جروب. انفكشن هاز اي مور جراديوال اونست ليس فيفر اند كوف often with a decline in mental status or confusion and generalized weakness. يبقى الناس الالدرلي خد بالكو ان الفيفر في الالدرلي ممكن تعمل disturbed level of consciousness، شويه dehydration disturbed level of consciousness. فالناس الالدرلي عاده النمونيا بتبقاش اكيوت، بتبقى سب اكيوت، مش سب اكيوت بقى more gradual onset less fever and cough. الديفنس ميكانيزم يا جماعه الديفنس ميكانيزم ضعيفه ولكنها مش معدومه، فبالتالي الاونست بيبقى جراديوال والفيفر مش احنا لو احنا فاكرين الفيفر قلنا ان الفيفر اللي هي لو جريد فيفر دي مفيده مش ضاره، عشان قلنا كده اه تمام، قلنا بتعمل دي فيتاليزيشن وبتزود الميتابوليك ريت وبتزود التيرن اوفر والحركه بتاع البلد والنيوترينت ماتيريال والديفنس ميكانيزم توورد ذا اورجانيزم، وان هي مفيده. هو ما عندوش الكلام ده، ما عندوش ميكانيزم عنده قليله، الكف مش قادر الكح اصلا، فبالتالي مور جرادوال اونست ليس فيفر اند كف بتبقى بتاثر على المينتال ستيتس وممكن تعمل كونفيوجن او جنرالايزد ويكنس. Often with loss readily elicited signs of consolidation. In consolidation يا جماعة ده reaction of the body of the reaction of defense mechanism of the body which is strong. هي مش strong قوي، لأن لو strong قوي ما كانش حصل، لو strong قوي كان حصل في مرحلة ال congestion، ولكن هي strong enough to overcome the organism in spite على الرغم من حدوثه بالشده دي. انما هم بقى لا مفيش كونسوليديشن، يبقى تمشي اكتر برونكونومونيا وايد سبريد، تاخد حتت كتير مش لوكلايزد في مكان واحد. يبقى لو جينا مشيناها من حيث الاناتوميكال هنلاقي في الالدرلي لا تاخد الالفولاي وتمشي بروكسيمال لتاخد الايه وتاخد البرونكيولز
ممكن تبقى اكتر من كده وتاخد البرونكاي الصغيره. ليه؟ ما هو ما فيش ديفنس ميكانيزم. هو البلاد سبلاي في البرونكاي زي في الالفولاي تعتقد ايه يا احمد يا بهاء؟ احمد بهاء تعتقد الديفنس ميكانيزم في الالفولاي زي البرونكاي؟ لا هو بيبقى بحقنها اصغر بيبقى، لا بس دي ام بيبقى فيها تقريبا تاك تونيموسايتس، ودي ام بيبقى فيها في البرونكاي حاجات تانية يعني، بس البرونكاي بتبقى اوسع، الالفيولاي بتبقى اصغر. الديفنس ميكانيزم بتبقى اكتر فين؟ في البرونكاي. تمام، يعني البودي بيحاول لما يكون الديفنس ميكانيزم قويه يلوكلايز ات ديستال قدر المستطاع، يزقها بعيد يزقها بعيد، فيوقفها فين؟ في النهايه، نهايه عندنا الفولاي. تمام كده؟ لما تبقى واخد البرونكاي والالفيولاي اللي حواليها وايد سبريد معنى الاميونتي ضعيفه. تمام. ايه الاورجانيزم اللي بيعمل كده؟ يبقى التقسيمه دي مهمه يا جماعه، احنا عايزين نطلع من النهارده باهم حاجه التقسيمه دي. يبقى التقسيمه عباره عن ايه؟ قلنا ايه؟ كوميونتي تيبيكال او تيبيكال او اسبيريشن الكوميونتي اكواير بنمونيا او النوزوكوميال سواء كانت هوسبيتال او هيلث كير او فنتليتور اسوشيتد نمونيا ان اولدرلي ونمونيا كومبرمايزد بيشنت. الاميون كومبرمايزد بيشنت العيانين اللي هم بياخدوا لونج تيرم اميون سبريسيف او كورتيكوسترويد، العيانين اللي هم عندهم اتش اي في او عندهم اي سبب يعني لهم مناعه، العيانين دول برضو بيبقوا زي الالدرلي ولكن مور سيفير، يحصل لهم نمونيا بويك اورجانيزم مش هتيميكال بقى، ويك اورجانيزم يحصل نمونيا، وكل النمونيا عندهم بتبقى ايه؟ برونكو نمونيا، مفيش لوبر خالص تقريبا. قول يا مصطفى. دكتور بعد اذنك انا ما فهمتش الجزئيه بتاع الكونسوليديشن دي. ميكانيزم البافولوجي. ايوه بالظبط يعني. كلمه كونسوليديشن يعني ايه؟ تسلق. ايوه دكتور. صح؟ ايوه انا بسال عن جزئيه الالدرلي. ما هو مفيش ميكانيزم يا مصطفى يطلع لك انفلاماتوري ميدياتورز كتيره عشان يحصل كونسوليديشن، فبالتالي بتبقى الدنيا اخطر. كونسوليديشن يعني ما بتحصلش قبل الريكفري. نعم؟ ما بتحصلش اصلا في الاير. لا لا احنا قلنا ليس كونسوليديشن، ما قلناش نو كونسوليديشن، احنا قلنا ليس. ايوه يا دكتور. بتحصل بس اضعف. ايوه. تمام كده؟ تمام يا دكتور شكرا. ممكن انا فاهم الميكانيزم بتاعتها. ممكن اللي ما يحصلش هو ايه؟ الاميون كومبرومايز. اللي ما حصلش انما الايتيولوجي الا لو الا انما الالدر اللي بيحصل الا اذا كان الالدرلي سيفير اميون كومبرومايزد خالص. تمام. طب يا دكتور معلش سؤال تاني، قول هي الاميون ميكانيزم اكتر في الالفيولاي ولا البرونكاي؟ المفروض ان البلاد اكتر في البرونكاي صح؟ اكتر في البرونكاي. البلاد فلو في البرونكاي اكتر ولا اقل؟ مش عارف يا دكتور، الالفيولاي بيبقى فيه جاز اكستشينج وكده، فيه كابيلرز كتيرة جدا يعني. الستيجز بتاع البلد اكتر في البرونكاي ولا الالفيولاي؟ مش عارف يا دكتور الحقيقة. كل ما تكون بروكسيمال كل ما تكون الدنيا افضل، كل ما تكون ديستال كل ما تكون الدنيا ويك في الاصابع. ايوه ده اكيد الدم اقل طبعا وفي ستيزس اكتر. ما هو كل ما يكون في ستيزس كل ما يكون في مشاكل احسن. يعني لما يكون في ستيزس حتى الاورجانيزم اللي بيبقى موجود هيبقى له فرصه ان يعمل مشاكل، انما لما يكون بروكسيمال لو الاورجانيزم موجود، يعني مثلا في الهارت معظم الاورجانيزم ما بيوقفش في الهارت الا اذا كان في فيجيتيشن، كان فيه ديزيز ديفلوب صح؟ ايوه. الا بعض الـ بعض الـ بعض الاورجانيزم كده. ليه؟ لما يكون فيرولنت اورجانيزم وسبيسيفيك، انما معظمهم ايه؟ لازم يكون الفالف ديزيزد عشان يقف عليه، صح؟ ايوه. انما لو الفالف هيلثي مش هيقف عليه. ايوه صح؟ لازم يكون في فيجيتيشن، في ليجن. فالليجن ديت يريسايد عليها. انما لو مفيش ليجن مش هيريسايد عليها. تمام كده؟ تمام. طيب بكتيريال الايتيولوجي بقى ممكن تكون بكتيريال او فيرال او مايكرو بكتيريال او فانجل او بارازيتك. المايكروبيولوجيكال دايجنوزيس بتبقى
تقريبا 40 ل 70%، والفيروس من 10 ل 36%. كان عملوا دراسه في الهند لقوا ان الستريبت تمثل تقريبا 35 تلت الحالات اللي هم عندهم نمونيا 7 ستريبت، والاستاف 23، والكلبسيلا 20، والهيموفلاس 8.8 واذر بكتيريا اللي هو الرير مايكوبلازما وغيره. تمام، بس احنا نعرف عارفين بس ان الستريبت هي اللي ايه الكومونست. عيان عنده نمونيا يا شباب يجي بايه؟ احمد نبيل ممكن خالد نبيل ينفع؟ قول يا خالد. هو ممكن هيجي بالسيمتومز اللي هي بتاعت الانفلاميشن، وهيبقى اللي هي الفيبر والحاجات دي، وهيكون زاد عليها سيمتومز ريليتد للتشيست، يعني هيكون فيه زي كاف وديزني وكده. تمام، برافو عليك. واحد عنده ايه انفكشن في اللنج، هيحصل ايه؟ هيحصل فيفر، هيحصل كف، هيحصل ديسنيا، والكف معاه سبيوتم. لو خد البلورا يحصل بلوريتك تشيست بين، صح كده؟ ولو الموضوع زاد شويه يؤدي الى ديستربد ليفل اوف كونشسنس. معايا يا شباب؟ يبقى هاي جريد فيفر. هتقول لي طب ما انا قلت الالدر ليه، ما انت قلت لنا الالدر ليه مش هاي جريد. ما هو الالدر ليه يا جماعه ما فيش ميونت عشان تعمل هاي جريد فيفر. الفيفر تعني اميونيتي، الناس اللي اميون كومبرومايزد مفيش فيفر. العيان بلاش، الناس اللي عندهم سبتسيميا في الاول فيفر وبعد كده هايبوثيرميا، والهايبوثيرميا من الباد بروجنوستيك ساين، لما يتلج خلاص ما عادش في حاجه تشتغل. واضح ده المفروض سبتسيميا ديت يبقى الجسم كله سخن. احنا قلنا الفيفر بتزود الانزيم، انهانس الانزيماتيك رياكشن اوف ذا بودي. معايا؟ لما خلاص بقى فيلير اوف ديفنس ميكانيزم والبادي اكزوستد، يوم يحصل هايبوثيرميا. يبقى هاي جريد فيفر، شيست برودكتيف، كوف برودكتيف، وبلوريتك شيست بين، طبعا ده لو واخد البلورا، ويحصل ديسنيا. اديشنال سيمتومز ممكن يحصل بقى شارب او ستاب الجبين، يحصل هيديك، يحصل سويتنج او كلام سكين، يحصل لوس اوف ابيتايت وفتيج، يحصل كونفيوجن، وخاصه في الالدرلي. تمام؟ ساينز بقى قيس له حراره اللي هي فيفرش، اعد الهارت ريت، اعد الريسبيراتوري ريت اللي هي تاكيبنيا. خد بالكم يا شباب، تاكيبنيا دي اول ساين او اول ساين او سيمتوم تيجي من الهارت فيلير الريسبيراتوري فيلير، وايضا الهارت فيلير تاكيكارديا لما يفشل يوم ايه يزود العدد لانه الافيكاسي بتاع كل مره قليله. صح كده؟ ايوه صح. مش مفهومه كده. الهارت ريت المفروض يضخ كل 70 مره في الدقيقه، فالمفروض الضخه الواحده في 70 ضخه كافريج كافيه ان ايه تو اوفركم البادي نيدز وهو قاعد وهو هيلسي. طب لو جري شويه يبقى محتاج ازود ال 70 دول اخليهم 100 او اخليهم 90. ليه؟ لان الايفورت زاد فالاحتياجات زادت، عشان اعوض الاحتياجات ديت محتاج ازود العدد. خلاص كده؟ طب لو العدد زاد لاي سبب من الاسباب بقى 130، هيبقى افضل ولا اقل؟ ولا مش افضل؟ قول يا عادل، عادل محمد، هيبقى احسن لل 130 هيبقى احسن من ال 90؟ اكيد لا، 130 ده حاجه اوفر على الهارت يعني، ف يعني يحسب الفانكشن يعني. sufficient diastolic time هتجمع فيه بلد، انما لما يبقى الهارت ريت عالي كل ما يزيد الهارت ريت عن النورمال الفسيولوجي عن ال 120 يبقى الدياستوليك تايم عشان يجمع بلد قل، فعمال يعمل ايه؟ زي الاتري فايبريشن، يرتعش رعش في المحل، زي الجري في المحل ما بيجيبش نتيجه، عمال يتنطط زي الياي كده بس، ما بيضخش دم لانه ما عباش اصلا، ما لهاش يعبي. فاهم؟ تمام يا دكتور، واضحه دي؟ والتاكيبنيا كذلك. يعني يبقى اول حاجه يحصل فيفر. حضرتك على الفيوجن ريشيو ايه اللي صح؟ قصدي حضرتك فندم؟ قصدي حضرتك الفنتيليشن بالفيوجن ريشيو هيقل. تمام، يبقى يحصل ايه؟ تاكيبنيا ويحصل تايكارديا. طب تايكارديا ليه؟ ادهم. ايوه يا دكتور. ليه هيحصل تاكيكارديا؟ بيحصل تاكيكارديا عشان في فيفر، كل درجه رفع عليك كل درجه زياده بتؤدي الى 10 زياده، فبالتالي يحصل تاكيكارديا. سيانوزيس سنترال، ليه سيانوزيس وليه سنترال؟ سنترال سيانوزيس ده لما يبقى
هو في بريفرال ساينوزز يعني هايبوكسيا يعني يعني بلوش ديسكولوريشن بلوش ديسكولوريشن اوف ذا سكن عشان في هايبوكسيا. الفانكشنال يونت اوف ذا لانج از افكتد صح؟ اه مش الفولاي هي الفانكشنال يونت بالظبط. فبالتالي لو كان عاد منها كتير اتاثر هيؤدي على الفانكشن في الاخر هتقل، فبالتالي كميه من البلد مش هيحصل له اوكسجينيشن، فبالتالي هيحصل ساينوزس. وطبعا السينوس سنترال مش بريفرال مش سبب فازو كونستريكشن، لا بالظبط يحصل هايبوتنشن، يحصل اولترد سنسوريوم ديستربد ليفل اوف كونشسنس. تمام هبص ليه العيان بيستخدم الاكسسوري ماسل في ريسبيريشن، ممكن يحصل ايه كونفيوجن بدرجات مختلفه على حسب شده المشكله وعلى حسب طبيعه المريض. محمد عماد قول يا محمد. سنترال ساينوزس وبريفرال دي ايه يا دكتور؟ يعني هو في سنترال وبريفرال ما اعرفش الفرق. ساينوزس يعني بلوش ديسكريشن اوف ذا سكن اند بلو اند ميوكس ميمبرين خلاص. الساينوزس ده يا اما سنترال يا بريفرال. سنترال يعني الدم اللي طالع من الهارت فيه الاكسجين قليل وفيه الكربون دايوكسيد كتير، يبقى ده اسمه ايه سنترال. فبالتالي هلاقي كل حته زرقة واهمها الميوكس ممبرين وموجود على اللانج والانر ليبس. انما لو احنا قاعدين في جو بارد تلاقي الودان زرقة او الشفايف. ليه؟ لان حصل فازو كونستريكشن. الفازو كونستريكشن هيخلي فيه شويه بالور، بس بالور ده لو شديد الدم ده مش هيوصل اصلا لايه الاطراف، ولكن بيبقى ايه نسبيا مش شديد قوي، فشوية دم بيروحوا، ولما يروحوا مفيش دم وراهم ويعدي، فبيقعدوا فترة أطول في البريفري. لما يقعدوا فترة أطول يتاخد منهم الأكسجين فيزرق. مجرد ما تدف إيدك أبص ليه إيه الزرقان راح. إنما البريفرال السنترال سينوزس لو أنت حطيتها في الفرن هتتحرق ومش الزرقان مش هيروح. ليه؟ لأن المصنع نفسه ما تخل... اللي جاي من المصنع نفسه فيه الأكسجين قليل والكربون دايوكسيد عالي. تمام يا دكتور واضح؟ تمام دكتور لو سمحت، هو دكتور التاكي كارديا هنا يعني مرتبطه بالفيفر. طب لو واحد مثلا ما عندوش فيفر هل مش هيبقى عنده تاكي كارديا ومثلا على حسب زي ايه مثلا؟ العيان ده توكسيك خلاص؟ التوكسيسيتي بتعمل عبء على الهارت وتخلي فيه تاكي كارديا. فالتاكي كارديا هنا هيبقى دايركت واندايركت ماشي؟ الفيفر احد الاسباب، انما العيان توكسيك منهك، فبالتالي هتلاقي كل حاجه كده. وبعدين مش لازم ممكن ملاقيش تايكارديا بس زي مثلا. يعني اقول لك على حاجه، الناس الاثليتس اللي هم ايه الرياضيين الهارت ريت بتاعهم كام؟ بيبقى عالي. عالي هو النورمال هارت ريت كام؟ ما يزيدش عن 100 من 60 ل 90 خلاص. اقل من 60 يبقى اسمه برادي كارديا، واكثر من 90 يبقى اسمه تاكي كارديا خلاص. الناس الاثليت تلاقي الهارت ريت عندهم 50 45. ازاي بقى؟ ازاي؟ مش احنا قلنا الهارت فيلير بيضخ عدد مرات كتير بس المره الواحده اي كلام؟ الناس الاثليتس ينطبق عليهم المثل اللي بيقول خبطه بالمذبه والعشره بالشاكوس. هي الضخه الواحده بتدي افيشنت بلاد. الناس اللي هم الرياضيين اصلا يا دكتور إيه؟ تعوضهم في الكارديك اوتبوت بس صح؟ خليك معايا مش عارف انت بتقول ايه. انا بقول لحضرتك قصدك ان لو الهارت ريت قليل فبيعوضها ان الكارديك اوتبوت بيبقى عالي. اه تمام برافو عليك. الناس اللي هم احنا قلنا ايه؟ كنت اقول لك ايه؟ الناس اللي هم رياضيين توسط ليه عمال يجري وما بينهكش. انت يا فندم لما تفكر تجري تنهك. ايه السبب؟ مفيش لياقه. الجسم بتاعك مش متعود على كده. ولو جريت شويه تلاقي رجليك بتوجعك. ليه رجليك بتوجعك؟ لان تكون ويست برودكت واللاكتيك اسيد فتعمل بين في الماسلز فاضطر تقعد. الناس اللي هم الرياضيين او اللي بيشتغلوا المانيوال وركرز ما عندهمش الكلام ده. ليه؟ لان من كتر الشغل والحاجات ديت البادي حصل له نوع من التريننج ان هو يبدا يتخلص من الحاجات ديت بدون ما يحصل بين واسرع.
اسمه تولرابيلتي، بقى عنده التولرانس. واضح؟ تمام. يعني دكتور كل ما كان الجسم صحي اكتر هيلث اكتر، الاعراض بتاعت اللي احنا ذكرناها من شويه دي كلها بتقل. تمام. اللي هي بقى تاكي كارديا، تاكي بيني، حاجه زي كده. لا يا حبيبي ما قلناش كده. كل ما كانت الانفكشن اكتر كل ما كان المشكله اكتر، بشرط انه يكون الشخص ايه نورمال. يعني يعني لو الشخص هيلثي، هما واحد هيلثي هيجيله نمونيا، فاهم؟ انما لو عيان اميونو كومبرومايز ده الافرج بتاعه اصلا قليل، ما هوش نورمال. عشان كده احنا حطيناه في كاتيجوري لوحده. لو عيان اولدرلي ده في كاتيجوري لوحده، صح؟ تمام. انما الناس اللي هم الاميونو كومبتنت ادلت لو جالهم نمونيا بيبقى بالشكل ده، هيحصل له هاي جريد فيفر. ازاي؟ ما هو عشان في ديفنس ميكانيزم، هيحصل له تاكيبنيا وتايكارديا، هيحصل له، ما هو مش تولربل. هو متعود على الفكشن. انما لو هو هيلسي لا مش هيحصل له اصلا. قول يا مصطفى عشان خلص المحاضره يا مصطفى عن فكره. دكتور انا اسف، انا دكتور بسال كده. انت مش اسف يا مصطفى، انت مصطفى مش اسف. قول. هو التاكي كارديا يا دكتور مش ممكن تكون بتحصل مثلا عشان تعود الهايبوكسيا اللي بتحصل للتيشوز دي؟ يعني بتحاول توصل اكسجين. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. الهايبوكسيا من اسباب التاكي كارديا، برافو عليك. هي ديت مالتي فاكتوريال على حسب المرحله بتاع المريض ايه. معايا؟ ايوه دكتور مع حضرتك. تمام. طيب انفستيجيشن، يا ترى تعمل له انفستيجيشن ايه يا شباب؟ كل واحد يقول حاجه بسرعه كده. قول يا عبد الله. ممكن يا دكتور اعمل له بلاد كلتشر او اعمل له سي تي. برافو عليك، بس انا ما بحبش كده خالص، ولو قلت كده يبقى غلط. يا جماعه عيان جاي لك النهارده ما تقوليش سي بي سي، في حاجه اسمها روتين. ما تنساش، خلي دماغك منظم. انت ممكن تقعد تكتب ساعه او تتكلم مع ساعه عن حاجه ما تعرفهاش اصلا، ما تعرفهاش ولا قريتها اصلا. ازاي؟ واحد عنده برونكايتس خلاص، قول لي السيمتومز كده. دكتور انا قلت سي تي ما قلتش سي بي سي. ما انا عارف ان انت قلت سي تي. تمام. لازم تقول الاول لما تيجي واحد عنده نيمونيا وتكتب له سي تي انت غلطان. ليه بقى؟ لما تكتب رقم واحد سي تي لازم اول حاجه سي بي سي. مش يمكن العيان ده هو عنده رينال فيلير، هتعمل سي تي وتعالج وتدي انتيبيوتيك وهو عنده رينال فيلير، محتاج تدي له تادجست الدوز وتسيف الكليه، صح؟ مش يمكن عنده انيميا الليكوسيتوزس هي كام عشان تعمل فولو اب؟ مش يمكن تكون تشوفها بكتيريال ولا فايرال ولا تيبيكال ولا تيبيكال؟ معايا؟ تمام. احنا دلوقتي اتعلمنا في الكلينيكال او لسه ما اتعلمناش، هنتعلم ان السيمتومز اللي جاي بيها المريض دي اخر حاجه بنسال فيها، صح؟ مش احنا خدنا في الشيت بتاع الكلينيكال ابروتش الفيبر، العيان جاي لك بايه؟ بفيبر وايه؟ وكحه. طيب تعمل ايه؟ امتى اخر مره كنت سليم؟ ده من 6 سنين. تبدا تحكي من 6 سنين واخر حاجه الكومبلين. ليه؟ لان المشكله في اللي ما قالوش مش في اللي قاله، ما اللي قاله خلاص انت عارفه. لما تيجي تفحص انا بقى عندي الم في الابر كوادرانت، لما تيجي تعمل فحص تفحص من الاخر مش من الاول، يعني تشوف المكان اللي بيشتكي منه ايه وتبقى تخليه اخر حاجه. ليه؟ لو بدات فيه ممكن تنسى الاخر الباقي، وممكن الالم اللي كان موجود فوق يسمع في بقيه الاماكن لما تعمل له بالبيشن. فلازم الحاجه اللي بيشتكي منها يبقى اخر حاجه، وما عداها جنرال، وبتبدا بالجنرال مش باللوكال. بشتكي من تشيست يبقى الابدومين تعتبر جنرال اكزامينشن، الكارديو جنرال اكزامينشن. بشتكي بالابدومين يبقى الشيست جنرال اكزامينشن. فاهمين يا شباب؟ اه واضح يا دكتور. تمام. انا بس حابب ان هي ديسكاس المحاضره، هاو يعني ازاي بنفكر وازاي نتكلم مع بعض، ما تبقاش بصوره يعني القائيه كده. فانا حابب الناس كلها تشترك معايا. معايا؟ معاك دكتور. يا دكتور. يبقى احنا دلوقتي الانفستيجيشن ايه بقى؟ الانفستيجيشن ما تقوليش ما عملوش سي بي سي، ما تقوليش ما عملوش اي ال تي واي سي تي، الحاجات الروتين. اعمل سي بي سي، اي ال تي واي سي تي، اعمل سيرم كرياتينين، اعمل اي اس ار، اعمل سي ار بي، ده حاجات روتين. كل حاجه بتادي حاجه، عملت السي ار بي وطلع نيجاتيف، ده يعني ايه؟ مش بكتيريا انفكشن. نعم؟
مش بكتيريا انفكشن. تمام غالبا مش تمام. لقيت عملت السي بي سي ولقيت ال الليكوسايتس الوايت بلاد سيلز 9 لقيت 8 ولقيتها معظمها ليمفوسايت يبقى ايه؟ تبقى فيروس تي بي تي بي صح؟ تمام كرونيك بكتيريا. يبقى اخد باخد داتا من كل حاجه على قدها. الداتا ديت يا اما تفيدني في المرض يا اما تفيدني في المريض صح. لو فاكرين لما قلنا لكم في الكلينيكال ابروتش انا بعالج مريض مش بعالج مرض، بعالج مرض مش بعالج سيمتوم صح. ما تنساش الجولد رولز دي، انا بعالج مريض مش مرض، وبعالج مرض مش سيمتومز. مش عنده كحه خد حاجه للكحه، عنده صداع خد حاجه للصداع، يبقى انا بقيت سوبر ماركت. ماشي فاهمين يا شباب؟ أيوة. انا اعمل ايوه تمام يا دكتور، هعمل حاجات الروتين وبعد كده ادخل جوه شويه بقى. ده عنده سبيوتم اعمل له كالشر، اعمل له اول قبل الكالشر اعمل له ستيننج بالجرام بوزيتيف بجرام ستين بلاست فاست باسيلي بستين بالجبسة على حسب انا شاكك في ايه، واعمل كالشر. ماشي اعمل ايمج. ايه الايمج اللي اعمله؟ ما ينفعش اقول سي تي ولا عملتش اكس راي يا شباب، ما ينفعش خلاص. السي تي غاليه مش موجوده في كل الاماكن واكزوشن، انا ممكن استغني بالاكس راي. يعني ما تعملش جام، مش ما تستخدم اقوى حاجه واعلى حاجه تبقى صح، لازم التدرج. الا اذا كان في حاجه كريتيكال تستدعي ان انت تشفت من الصغير للكبير. ها يا شباب في اللوبر نمونيا، مش احنا قلنا اللوبر نمونيا بتاخد لانج بتاخد لوب او سكشن من اللوب؟ شايفين دي؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا الاير يبان اسود والبون يبان ابيض وما وبينهما على حسب الدرجه بتاعته صح؟ صح تمام. فهنلاقي في مكان الابر لوب بتاع اللانج حته بيضة، البيضة ديت لو لاحظتوا هتلاقيها بيضة يتخللها بعض السواد، مش بيضة تماما صح؟ صح يا دكتور. صح ولا مش صح؟ يعني مثلا واضحه يا دكتور. نص في المديستاينم تحت كده على مستوى الهارت ابيض، ولا الحته اللي في الابر لو لانج لوب ابيض مور بيضا يعني؟ المديستاينم ابيض لانه في هواء، عفوا في ميه، مش في ميه اللي هو الايه؟ البلد. انما دي يتخللها بعض الاير، هي اللانج الفولاي فيها ايه؟ فلويد، عشان كده كونسوليشن، بس ما فيهاش بنسبه 100%. لو فيها بنسبه 100% ميه بس، ده بيحصل في البلورال افيوجن. في البلورال افيوجن بلاقي هوموجينس اوباسيتي ريزد الاكزيلا، انما دي هيتروجينس اوباسيتي مش هوموجينس اوباسيتي. خلاص واضح؟ تمام. يعني دي كان نقول عليها الكونسوليديشن صح؟ هقول عليها هوموجينس اوباسيتي، عفوا هقول عليها هيتروجينس اوباسيتي في الابر لوب اوف ذا لانج، ما قلتش كونسوليديشن. كونسوليديشن ده باثولوجيكال تيرم. يعني ده ما استخدموش وانا بره في الاشعه. انا بقول هوموجينس هيتروجينس اوباسيتي اللي هي توافق في الباثولوجي كونسوليديشن. يا دكتور هو ايه الفرق بين هوموجينس وهيتروجينس؟ هوموجينس يعني ابيض بس، هوموجينس انما هيتروجينس يعني ابيض مش صريح، مش في نقط. لو انت ركزت شويه وقارنت بينها وبين الهارت هتلاقي دي ابيض بياض ناصع والثانيه فيها شويه كده يتخللها بعض السواد، نقط كده سوداء. ايوه فده يعني ايه؟ يعني ان في شويه اير بنسبه 5% 10% 20% على حسب. واضح؟ واضح يا دكتور، شكرا. دكتور يعني هو بيحصل في الابر زون بس؟ يعني بتبقى في الابر زون؟ لا حبيبي بقى حسب الاورجانيزم. ماشي، انا قصدي يعني عشان البلد بيبقى تحت اكتر يعني فالاميونيتي بتبقى اعلى على حسب الاورجانيزم. يعني التي بي بياخد اللي فوق عشان الاوليجيميا، لان التي بي ضعيف. ماشي ماشي. الفريدلاندرز نمونيا بتاع الستاف بتاخد برضو الابر زون. طيب يبقى ادي ميد اللوب اهو اللي كان بيقول ابر بس،
ادي اللور لوب تمام كده. شوف بقى البرونكونيمونيا يعني استنى دكتور معلش ممكن اول صوره تاني اول صوره اللي هي الابر الابرونيمونيا دكتور هنا معلش في المكان اللي فيه اير ليه هنا مش باين الريبس باقي الصور اللي هو في باقي يعني بغض النظر عن النيومونيا في باقي السلايدز باقي الريبس يعني باين الريبس اما هنا مش باينه ليه مش باينه فين بالظبط ما هي قدامك هي باينه لا انا قصدي مش كامله يعني في باقي في الصوره اللي بعدها كامله يعني قصدي الجزء الاسود هنا مش باين فيه الريبس اللي بعده باين فيه هنا باين الريبس كامله حتى في المناطق تمام ده بيعتمد كل ما كان الاير اكتر بيعتمد على عدة عوامل كميه الاير اللي موجوده يعني مثلا لو واحد عنده نيموثوركس يعني هواء في البلورا احنا قلنا لو ميه في البلورا هتبقى بيضه صح تمام لو عنده هو جيت بلاك اسود دارك خلاص تمام يعني ده كده عنده نيموثوركس لا طبعا ما في ريبس اهي بس في الحته ديت هي اللي باينه ديت الكواليتي بتاعت الكواليتي بتاع الاشعه لو لاحظت دي هتلاقيها زيها زي الايه زي اللي جنبها يعني بص دي انا مش لسه مش عارف اشاور اللي فوق اللي ما بين الرقبه وبين الشيست دي الايه دي الجو صح فدي بتعتمد على اكتر من عامل هيبقى ايه اللي هيبقى هنا كده ومخلي الاير ترابد دي اكيد ارتفاكت فاهم كده انها مفيش حاجه تخلي الاير في النص كده الا لو سيست يعني دكتور انا ما اقدرش اقول مثلا حتى لو في فراكشر في الريب انا ما اقدرش اقول من اكس راي ممكن يبقى كل قولها بس انت بتصور ايه ما انت بتحدد الدوز على يعني مثلا تمام. انت لو هتصور الفيرتبري طب ما هي مش باينه من اللانج عفوا من الهارت هتصورها ازاي بتدي دوز مختلفه ما انت بتيجي تقول له ايه اعمل لي اشعه على الفيرتبرال كولومن اعمل لي اشعه على الثراسيك كيج اعمل لي اشعه على الهارت على اللانج فانت بتحدد هو بيظبط الدوز بتاعه الاكس راي على حسب انت عايز ايه تمام يا دكتور شفت بقى البرونكونيمونيا واخده ايه واخده باتشي ان ديستريبيوشن وتلاقيها واخده مش ريستريكتد للوب لوحده هي اكتر في حته معينه بس منتشره معديه في اللوب الثاني معديه في الناحيه دي الحاجات الجنرال سكر مثلا انت بتعمل سكر ليه ممكن حد يقول لي ادهم هتعمل بلاد شوجر ليه بلاد شوجر مش عارف والله اصلا اديك ايه يعني يا دكتور ايه علاقتها بالنمونيا هو لو هو ديابيتك وجاله نمونيا ممكن يدخل في ديك ايه تمام برافو عليك احنا اتفقنا يا شباب احنا بنعالج مريض مش مرض صح فلو عيان زي كده عمال ياخد محاليل لان هو ما بياكلش كويس صح لان هو توكسيك بياخد محاليل او ما بياكلش او عنده سكر ومش معروف او عنده سكر ومعروف فلازم يتابع لان زي ما مين اللي قال ادهم او احد الزملاء قال ان لو عنده سكر دايابيتس ممكن يخش في ديك ايه فانا بعالج مريض مش مرض والعيان ده هو كريتيكال وتوكسيك دي لايف ثريتنينج كونديشن نمونيا از ا فيتال ديزيز مش حاجه سهله فلازم تشيك باستمرار معايا فلازم اطمن العيان ده عنده دايابيتك ولا لا العيان ده كل اخبارها ايه اللي يخش في دايدريشن ويحصل اكيوت رينال شت داون او توكسيك نيفرايتس معايا بلاد كالشر عشان الاورجانيزم اوكسيتوريشن والاي بي جي الارتيريال بلاد جازيس عشان الهايبوكسيا معذره يا شباب احنا يوم الاثنين عندنا حضانه في البيت والاطفال ان كنترولابل فتلاقي كل شويه تسمعوا حاجه زي كده فانا دلوقتي هعمل عارفين الاكسجين البالس اكسيمتر عارفين ايه يا دكتور البالس اكسيمتر البالس اكسيمتر دي حاجه كده بتحط في الصباع فبالتالي بنعرف منها يعني حاجه بتحط في الصباع فبنعرف منها الاكسجين ساتوريشن كام في الميه حاجه سريعه وسهله او الاي بي جي بقى ده باخد ارتيريال بلاد جازيس ان انا باخد عينه من دم شرياني واحطها في جهاز فيقيس لي بقى ايه الاكسيديتوريشن والاكسيد تنشن والكربون دايوكسيد ويديني مور ديتيلز عشان الهايبوكسيا عايز اعالج بقى دكتور
عايزين نعالج، نعالجه ايه ازاي؟ هنقول هيسأل نفس السؤال، هو العيان ده او البيشنت يعني كوميونتي اكوايرد؟ العلاج بتاعه امبيريكال ازاي؟ هو بريفيوسلي هيلسي اند نو انتيبايوتكس ان ذا باست 3 مانس. العيان كويس الفل وما خدش انتيبايوتك في اخر 3 شهور، اديله ماكروليد وخلاص، كليستروميسين ازيثروميسين دوكسايكلين وخلاص. لا ده عنده كوموربيديتيز او خد انتيبايوتك في اخر 3 شهور، لا اديله بقى حاجه اشد شويه، اديله فلوروكونيولونز اللي بتستخدم في الريسبيراتوري اللي هي الموكسفلوكسوسين والليفوفلوكسوسين، او اديله بيتا لاكتام هاي دوز من الاموكسيلين او الاموكسيلين كلافيولينيك. واضح؟ تمام يا دكتور. لو حد سقط يا رجاله يقول لي يوقفني. لا ده العيان ده امبيشن، هسال نفسي هو محجوز في الاي سي يو ولا لا؟ ده محجوز في الاي سي يو. اديله بقى ايه؟ هتبقى الموضوع اشد شويه. اديله فلوروكونيولونز اللي هي الموكسفلوكسوسين او الليفوفلوكسوسين او البيتا لاكتام السيفوتراكسون والسيفوتراكسون او الامبسيلين زائد ماكروليد. ده يا دكتور اللي هو مش في الاي سي يو صح؟ لو مش في الاي سي يو، لا ده في الاي سي يو بقى هديته، هديله بيتا لاكتام زائد ازيثروميسين او فلوروكينولونز، بيتا لاكتام زائد ازيثروميسين او فلوروكينولونز. لا ده العيان ده سيدوموناس، عملت له كالشر وطلع سيدوموناس، اعمل ايه؟ ادي انتي نيموكوكال وانتي سيدومونال بيتا لاكتام اللي هو ايه؟ البيبراسيلين او التازوباكتام، سيفوبيم او الايميبينين او المورينيم زائد فلوروكينولونز، او ادي البيتا لاكتام زائد امينو جلايكوسايدز اند ازيثروميسين. يبقى الحاجات ديت بتبقى ريزيستنت، فبتحتاج اكتر من انتيبيوتيك ومش اي انتيبيوتيك بتديه، او الاباف بيتا لاكتام اللي هو التازوباكتام ببراسيلين زائد امينو جلايكوسايد زائد انتي نيموكوكال فلوروكينولونز. دكتور ده بعد ما تطلع الانفستيجيشن الريزلت بتاعت الكالتشر احنا عاملينها صح؟ يعني ده بعد ما ادي الامبيريكال تريتمنت ده يكون في الاول لحد ما الريزلت تطلع ابدا سبيسيفيك صح كده؟ لا انت العيان بتاعك ايه من الاول؟ ما هو العيان دي حاجه فيتل، دي فيتل اسمعني بس اسمعني بس دي حاجه فيتل. فالعيان او البيشنت يعني عيان هيلسي وكويس بس في نمونيا، خلاص انا هلجه في البيت، بس خد بالك ده ما خدش انتيبيوتيك باخر 3 شهور، العيان كويس خلاص ماكروليد وخلاص، خد ازيثروميسين او دوكسايكلين كليستروميسين. لا ده العيان عنده كوموربيديتيز وخد انتيبيوتيك، ده موضوع اخطر شويه، هيتعالج او البيشنت وخلاص. طب ما حصلش ريكفري يعني ما حصلش ريسبونس وعنت ريتد، بحجزه في المستشفى وابدا اتعامل معاه بطريقه ثانيه، ادي له حاجات ثانيه خلاص، اعمل بلاد كلشر، اعمل سبيوتم كلشر، يعني اتعامل معاه حاجه يعني كل يعني الكلشر بيعملها. خليك معايا يا خالد. طيب العيان انبيشنت اصلا محجوز، مش هروح اديله بقى ازيثروميسين، هبدا معاه موكسفلوكسوسين ليفوفلوكسوسين او بيتا لاكتام زائد ماكروليد خلاص، مش هروح اديله ازيثروميسين وخلاص هو محجوز في المستشفى معايا. لو ما استجابش هبدا بقى اصعد الموضوع. طيب ده عيان في الانبيشنت في الاي سي يو من الاول بيتا لاكتام زائد ازيثروميسين وفلوكنولون. طب ده عيان طلع سيدوموناس او انا شاكك ان هي سيدوموناس، يبقى ادي الكلام ده على طول، فاهم؟ يبقى الحاجات دي بوصل لها يا اما فروم ذا ستارت على حسب الماتيريالز والداتا اللي افيلبل معايا، او بالتدرج على حسب انا كنت واقف فين في الاول، كنت كوميونتي ولا هيلث كير اسوشيتد ولا في الاولد ايج ولا 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 ولا، فاهم؟ فالابروتش بتاع كل بيشنت مختلف. دكتور بعد اذنك، هو يعني ايه عيان سيدوموناس؟ يعني الانفكشن بتاعه الاورجانيزم اللي عمل له المشكله ديت حاجه اسمها سيدوموناس، زي حاجه اسمها ستاف. الستاف دي فيها حاجه اسمها ميثيسيلين ريزيستنت ستاف اسمها الميرثا، دي فيتال برضه، لما اجي اعالجها لازم اضيف لها اللينزولين والفانكومايز. بلاش الميرثا دي، يعني سيبك من الميرثا دي، خليها في سيدوموناس وخلاص. خلاص تمام يا دكتور. حتى الميرثا دي مش موجوده، فانا بس كنت بديكم مثال ليها، بتدرج في السيفيريتي على حسب البيشنت، فاهمني؟ تمام يا دكتور، شكرا. كومبليكيشن المفروض العيان يخف وخلاص والمشكله تنتهي، او يحصل كومبليكيشن يعني لانج ابسس، اللي احنا قلنا ان البادي بيحاول يريكفر
واش اوت الانفكشن، لو ما قدرش بيعمل لها لوكاليزيشن. لوكاليزيشن يعني ايه؟ بيت ابسس، يبقى لانج ابسس. اللانج ابسس او بارانيمونيك انفيوجن او بلورال انفيوجن او امبييما، حصل انفيوجن والانفيوجن حصل فيه انفكشن، فبقى السيرا البلورال ساك فيها الفيوجن يعني فيها فلويد، امبييما يعني فيها بس، او حصل سيبسيس، حصل سيبتسيميا انتشرت في الجسم كله، او متاستاتيك انفكشن راحت في فوكس ثانيه، راحت من اللنج الى الرئه الى الارثرايتس او الكارديو تعمل اندوكاردايتس او البرين تعمل انجايتس، او حصل ريسبيراتوري فيلير او سيركيولاتوري فيلير او رينال فيلير او مالتي اورجان فيلير. يبقى النمونيا از ا فيتال ديزيز، عشان كده لازم تيكن سيريس. حتى العيان لو عيلته او البيشنت لازم تخليه يجي لك فتره قريبه وتقول له لو ما اتحسنش يعمل ايه، سواء يجي لك او يتصرف ازاي. فما تاخدهاش سلايتلي. العيان اللي جاله نمونيا معناها ان يا اما في مشكله في العيان، يا اما في فيريلنت اورجانيزم، والفيريلنت اورجانيزم ممكن يقضي على المريض في اوقات قليله. يعني مثلا الكورونا بتعمل ايه؟ بتعمل فيلير في فتره قصيره، ممكن تلاقي العيان عنده انفلتريشن لاكثر من 50% في اللنج. واضح يا شباب؟ تمام يا دكتور. تسهيلا كده للكومبليكيشن، حاجه اسمها سلاب هير. سلاب هير يعني ايه؟ يعني ايه سلاب هير؟ عفوا يعني سلاب هير يعني اصفعها، اديها بالقلم، بس كاتب لك جنبها بليز دونت، ما تعملش كده. انت بس خد الحروف الاول منها. الاس سيبتسيميا، ال لانج ابسس، الاي اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، البي بارا نيمونيك فيوجن، الاتش هايبوتنشن اللي هي السيركيولاتوري فيلير، الاي امبييما، والار ريسبيراتوري ريل فيلير. دي تسهيلا للحفظ بس. واضح؟ المفروض ان الهيلثي بيبل ريكفر فروم نيمونيا ان 1 تو 3 ويكس، متخيلين؟ ولكن نيمونيا كان بي لايف ثريتنينج. The mortality rate associated with community acquired pneumonia is very low in most ambulatory patients and higher in patients requiring hospitalization, being as high as 37% من ال patient admitted to the intensive care unit. يعني تقريبا 40% من العيانين admitted لل intensive care unit. وكل ما كان محتاج hospitalization او intensive care unit او ventilation بتبقى more serious والcomplication اخطر واكثر up to death. واضح؟ prevention انا اشوف ايه الريسك فاكتورز اللي كان موجوده، زي السموكينج او افا، الجود نيوتريشن، ريسبيراتوري هايجين ميجرز، النيموكوكال يعني ايه ميجرز، يعني ما اقعدش في اماكن مغلقه، ما ادخنش، دايما جود ريشن وجود هايدريشن، وخاصه للالدرلي او الاميونو كومبرمايز، استخدم ماسك لو موجود في مكان مغلق او مكان فيه احتماليه الانفكشن وارده، اخد فاكسين بقى للانفلونزا سواء كانت اكتيفيت الليف اتنويتد او الاكتيفيت فاكسين، وخاصه للهاي ريسك بيشنتس اللي عندهم سي او بي دي او اللي عندهم برونكل ازمه، نموكوك البوليسكرايد فاكسين مفيش مشكله يبقى احسن. الحاجات دي موجوده من هاريسون في تكست بوك. و ثانك يو. حد عايز حاجه في النمونيا؟ دكتور تقريبا مش الهوسبيتال اكوايرد ده بيبقى ريزيستنت للبيتا لاكتام؟ مش شرط. مين قال انه ريزيستنت؟ مش عارف، كنت فاكر ان انا قرات حاجه زي كده قبل كده تقريبا. احنا الناس اللي هم ان بيشنت بديهم كده خلاص، لو في الاي سي يو هتلاقي بدي بيتا لاكتام مع كذا. وخد بالك برضو انت بتدي بيتا لاكتام زائد ماكروليد او فلوروكودولين وليفلوكساسين، واخد بالك؟ انت بتاوجمنت. تمام، يعني بحيث مثلا لو في ريزيستنت في الاول فالتاني مثلا يشتغل يعني وكده. يعني حتى بس في الامبيشنت في الاي سي يو بيتا لاكتام زائد ازيثروميسين، ما هوش ريزيستنت ولا حاجه.